بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مشاهدينا مشاهدي السعودية الرياضية. الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة للمجموعة التي يلعب فيها زعيمنا الفريق الهلالي الزعيم الآسيوي نادي القرن صاحب الست ألقاب هنا في اللقاء الذي يجمعه مع متذيل الترتيب في هذه المجموعة بالنقطة الثمينة التي جلبها هناك في استاد الملك فهد الدولي. البداية السريعة تأتي من الزعيم في كرة أولى عبر ليونغ، والكرة تأتي، نذكر التشكيل للفريقين سريعا. فريق الأهلي أصحاب الأرض في حراسة المرمى يوسف الزعابي، دفاعا ثلاثة سعد سرور، خمسة محمد قاسم، 20 يوسف جابر، وثمانية علي عباس، 12 حسني عبد ربه، 21 محمد فوزي، هنا الظهير الأيمن محمد فوزي، مارزاد مع دنتي، سالم خميس وأحمد خليل وحيدا في الهجوم. بينما التغييرات التي صدقت بها ربما الصحافة كثيرا بعد الغياب يعني المفروض على أحمد الزوري بالبطاقات الصفراء، وأيضا بغياب المرشدي للإصابة، هنا المدرب التونسي الذي جلب النور كما يوصف في الإعلام الإماراتي، المدرب نور الدين العبيدي بنقطة التعادل بالكرة والهجمة الثانية فقط في اللقاء كما قال إيريك جيرتس. عموما ضربة البداية بالتوفيق ليمثلنا الفريق الهلالي متصدر ربما أفضل نتائج الفرق العربية، في كرة أولى لويلهامسون للعائد لويلي، في كرة يحاول في مرور وسقوط، عاد إلا ويلي كافي يلعب به الجبيرة في اليد اليسرى. العودة والخبر السار للجماهير الهلالية والسقوط الأول، سلامتك يا ولي، عودة حميدة بإذن الله، وسلامتك هنا في كرة شبيهة بالكرة التي أصيب فيها، لكن سلامتك والله يوسف يا جابر، هدي عاد، إلا ولي عاد، مكانة فنية كبيرة. بينما هنا أيضا المكانة البرازيلية والهلال ناوي، الهلال متأثر بالتعادل، التعادل شوية أزعج الزعيم، واللي يزعج الزعيم مشكلة لأي الفرق التي تزعج فريق بإمكانات فنية وبموسم عالي. كرة أولى الآن ممكن لتياغو نيفيز الآن بقدمة اليسرى، هل ممكن مشهد أول جميل، كرة ملعوبة، ولكن صاحب هدف النقطة هناك في الرياض حسني عبد ربه البطل الأفريقي الأفضل في 2008 بعد الكرة بالرأس. بداية سريعة والوضعية كأنها في الرياض بالأسلوب الفني بالدفاعي والطريقة التي صرح بها نور العبيدي بأنه سيلعب بنفس تكتيك الرياض بنفس الطريقة للفريق الذي يحاول المنافسة في هذه البطولة. نواف العابد جديد الهلال في 2010، الموهبة القادمة اللي يشارك أساسيا هجوم الهلال، ياسر وسط، نواف العابد اللي في الكرة الآن موجودة، كرة وضعية ممتازة في الدقائق الأولى لملعوب الآن لأحمد خليل، عمره 17 سنة فقط، كل هذا الأسماء والسمعة و17 سنة لكن عزيز، روح رتم رائع جدا هلال الآن، ملعوبة نيفيز، ويلي الآن في كرة أولى، محاولة مع يوسف جابر، عرضية مرت من هذا اللاعب صاحب الشعر الذهبي والأداء الذهبي المحترف الذهبي والهمسن. سلامتك يا ولي، غيبة أثرت، نتمنى أن يكون متواجدا موجودا لخدمة الزعيم في المنافسات الآسيوية القادمة، ورقة مهمة في أمال الزعيم. ملعوب الآن لولي، عودة وقادم بقوة في رغبة في كرة ملعوبة الآن في الجهة اليسرى، أداء رائع في الثواني الأولى والدقائق الأولى، الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب من سالم خميس، واقف إيريك جيرتس اللي تنرفز واعتذر، قال لو نلعب 10 هو ممكن يكون صادق في الكلمة، لكن يجب فيه إعلاميا احترام من خصومه ويعلم ذلك، لكن هلال حامي يلعبها الآن، والكرة تذهب من تياغو في كرة أولى في بداية حلوة للزعيم. شوف الكرة هنا من تياغو نيفيز على القدم اليسرى، لكن الكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. بداية ممتازة جدا، الهدف والهدفين ما يكفي بعد المباراة الماضية، هدفين يا زعيم ما يكفي، بهذا الأداء والإمكانات ما يكفي. هنا بديل ماجد حسن خيرات، وقام بهذه المهمة كثيرا في كأس الأمير فيصل بن فهد وفي جولات كثيرة في دوري زين. إيريك جيرتس عمل كثيرا
واستعد للظروف الموجودة للفريق الهلالي نواف العابد هنا يكسب خطأ. لكن البداية ممتازة، الوضعية ممتازة وجديد. 2010 الهلالي الموهوب هنا في الكرة والخطأ. لا الهدف جاي بإذن الله، الهدف جاي بإذن الله القادم للفريق الهلالي. وهي كذا لازم البداية خلص سريع جول بإذن الله. ملعوب الآن سالم خميس الخبير، ولي السلام عليك يا ولي، ما شاء الله تبارك الله القادم من الإصابة التي شاهدناها في الكلاسيكو في نتيجة إن شاء الله قادمة للأزرق الهلالي الذي إن شاء الله يأتي بثلاث نقاط، وبعد ذلك ينتظر حسم تأهله في لقاء السد في الرياض. السد يخسر هناك في إيران بثلاثية مقابل هدف واحد، معنى ذلك أن الفوز الهلال في هذا اللقاء لا يؤكد التأهل، بل إن شاء الله في الرياض في سد ميكفاد مع سد. لكن الآن تياغو تقدم مكان خطير، يلعب كرة تمر وتذهب في الجهة اليسرى للعائد للمحترف الذهبي، ولي الكرة بالارتباك من محمد فوزي. حلو 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 البداية، ملعوب الآن سريع أداء سريع، كرة سريعة لمسة ولي الآن، الكرة الآن موجودة، حالة ارتباك الآن، ضغط يواجهها، وضع حرج يواجه الأهلي، الأهلي لا يتنفس فعلا، كرة وإبعاد. حلو حلو الأداء، ما في نفس ما في هواء ممكن أنك تحاول الحصول عليه من أمام الفريق الهلالي، لكن هنا خبرة حسني عبد ربه يحاول يهدي الرتم من أمام حكم مميز، أتحدث عن حكم موجود في كأس العالم القادمة. هنا نور الدين العبيدي، نقطة بالتأكيد وحديث عن علاقته المميزة مع اللاعبين، عن التصاعد في المستوى للفريق الأهلي الإماراتي، عن فريق وضعه غير جيد، عن فريق أحبط في المشاركة في كأس العالم، مع نقطة يحاول يأمل بأن يحاول مهما كانت الأمور، لكن يواجه زعيم، يواجه ويلي الآن في كرة، يأخذ نظرة في تحركات بدون كرة ليونغ، المكان اللي يحبه في سنوات طويلة في أوروبا، يلعب كرة ولكن كرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب أو إلى محمد فوزي. أداء سريع ورتم سريع في هذا اللقاء اللي يبدو أنه برتم سريع وممتع، وأسامة وفعلا يعني ربما ظاهرة نافعة، التعادل اللي أتى في الرياض فعلا ممكن أن يكون مؤثرا إيجابيا وبشكل كبير على الفريق الهلالي. ما راح يهدى ولا تهدون إلا بالهدف الأول، واللي الآن يتقدم في قدم اليمنى يحولها تياغو، بعد ابعاد من سعد سرور، مباراة الروح العالية من الفريقين ومن الازرق اكبر يلعبها. يا سلام يا سلام، متعة 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 متعة، لكن ان شاء الله ياتي الهدف الاول باللون الازرق، ياتي الموهوب الان يلعبها لتياغو، كرات سريعة بالرتم السريع يلعبها الان نواف لكرة، لكن في خطأ وتاتي الان للفريق الاهلي، يبغى يتنفس لكن ما في نفس. سيزار العائد من هيرتا برلين الألماني مباشرة إلى بيت القديم الأهلي الإمارات، شوف يحاولون يتنقلون الكرات، يبغون نفس يبغون يتحركون، لكن الخطأ الآن يأتي. أيوة سريع لمسة كرات، ولي يتقدم بدون كرة ليونغ، راح يسدد ممكن نواف يلعبها، لكن محمد قاسم بخبرة يبعد هذه الكرة ويبعد الإحراج الذي يواجه الفريق الأهلاوي لدبي في هذا اللقاء. رتم ممتاز جدا في الدقائق الأولى الآن في هذا اللقاء، وفعلا فعلا فعلا موضوع الثلاث نقاط اللي حاول أن يصل عليه الفريق الهلالي، واللي كان مفروض أن يوازي كاشيما إنتلرز اللي جمع، أو الفريق الوحيد اللي جمع 12 نقطة، واللي بالمناسبة يعني أيضا وصل طبعا إذا نقاط 12 نقطة بفوزه في الجولات الأربع. الهلال كان من ضمن المرشحين لذلك، لكن ثواني بسيطة حرمتها من نقطتين في الرياض، لكنها الآن فعلا هذه النقطة التي خسرها في الرياض ربما تكون مؤثرة حتى إلى نهاية هذه البطولة، سيتذكرها حتى إلى نهاية هذه البطولة، لتدفعهم للأمام، وكرة للأمام لنواف العابد في كرة ملعوبة. يا سلام، لازم جول عرضية، كل هذا الإبداع لازم يختم القناص، لازم القناص، الكل يعمل في خدمة القناص، اللي يقنص اللي يسجل اللي يجيب الهدف الرابع والأول. يا الله، الهلال في كل مكان، جمهور الهلال في كل مكان، روعة الهلال في كل مكان، وياسر أهدافه في كل مكان. الله يا قناص، الله يا بطل،
شوف الكرات والتحركات. النادي الأوروبي الذي يلعب في آسيا، النادي الأوروبي الذي يلعب في آسيا نشنها نضرب قناص. هي لمسة، هي بساطة، هي كرة. هو ياسر القحطاني في هدف أول طبيعي لفريق أوروبي يلعب في دوري أبطال آسيا، يلعب في دوري أبطال آسيا. اليوم دوري أبطال أوروبا يلعبون، لكن والله وكأنها من ضمن جولات دوري أبطال أوروبا، لأن بقيمة دوري أبطال أوروبا الفريق الهلالي. هدف أول وما كملت الدقيقة العاشرة، والعجلة مستمرة ما شاء الله، والماكينة لا توقف، الماكينة الزرقاء لا توقف. 1-0، ما توكل عيش أبدا. بقيمة 6 بطولات لنادي القرن، لبطل القرن العشرين، يجب أن يأتي بهدف ثاني. تياغو يمر والكرة تذهب. تياغو اللي كان يسعى للقب بذات القيمة مع فلومينينزي، من ذاق ألم الخسارة أمام دي كويتو في البطولة قبل سنتين، كان يرغب في المشاركة في كأس العالم، قدم أعلى مستوياته، لكن الآن يحاول بصعيد آسيوي بلمسة رائعة. ولي يا الله يا الله على المتعة، لكن نبغى نستمتع. والأهم وبين قوسين 3 نقاط وبنتيجة كبيرة يا هلال. المتعة ما عليها خلاف، ما في خلاف على المتعة أبدا، لكن الموضوع موضوع النتائج. كرة ملعوبة لياسر، لمسة، محاولة حسني عبد الرب، خطأ لصالح الفريق الأهلاوي، يعلن عنه نيشيمورا الحكم اليابان. رتم سريع ولا توقف بهذه الطريقة، يجب أن يسعى الفريق الهلالي. أول تنفس الآن، لكن مع أبو كلبشة، مع أسامة هوساوي، الأمور يجب أن تقف. مستمر في جوع، في رغبة، في إرادة، في سيطرة، في ثقة، في تقدم. ملعوب الآن، العائد القناص يلعبها لرادوي، رادوي في اليسار. الآن سيطرة، الآن كرات ممتازة. غياب المرشدي، غياب الزوري لا يؤثر بفريق بإمكانات الزعيم. ليونغ يلعب لسنوات في أوروبا في مركز الظهير الأيسر. نامي لعب وشارك مع المنتخب السعودي في مركز الظهير الأيمن، يعني الأمور ما في اختلاف. حسن خيرات لاعب أدى وعمل كثيرا في هذا المركز في مختلف البطولات في هذا الموسم. بداية ممتازة، لكن يجب أن يكون هناك بإذن الله أمور أخرى ورتم. ودخلنا في جو المباراة سريع. الفريق الهلالي 32 مواجهة جماعتنا مع الأندية الإماراتية، أكثر الفرق السعودية لعبة مع الفرق الإماراتية. هو الزعيم، ولكن الأهلي الذي لم يلعب إلا مع فريق الهلال، فريق سعودي واجه فقط الهلال. الآن يبدأ بالتنفس بعد مرور 10 دقائق، سيزار القادم، لكن أسامة عزيز، لمسات، دقة تمرير، ما شاء الله. ممكن توقيع ثاني، ممكن نتيجة. يلعب الآن ويلهامسون لتياغو، في عمل، يتقدم في كرة مرة أخرى، ملعوبة عرضية وتمر تمر تمر. لازالت العمل الهلالي المميز حتى الآن في الدقائق الأولى. ملعوبة الآن، حسني عبد ربه في كرة موجودة، أحمد خليل يحاول ارتباك. يجب أن ترتبك في حضرة الزعيم، يجب أن تتأثر في حضرة الزعيم. الأداء لا موجود، الكرة مقولة في الجهة اليسرى، متابعة محمد فوزي هنا. عاد الشباب، اللاعب الشاب، لاعب المنتخب الإماراتي للشباب، محمد فوزي ظهير أيمن، وهذا الجديد القادم في هذا الموسم نواف العابد، اللي أثار العالم كله بهدفه السريع، واللي ثبت أقدامه أقرع جيرتس، موجود أساسيا يلعب في دوري أبطال آسيا. الآن أحلام فعلا تتحقق، أتمنى أن يستمر لأفضل من ذلك أيضا في المستقبل. موجود الآن، والكرة تذهب إلى يد الحارس الأهلاوي الإماراتي الظاهر هنا يوسف عبد الله زعابي. ملعوبة، ضغط سريع، هذه مباراة يعني ما فيها معلومات، خلي أوراقك على جنب، خليها على جنب، لأن الهلال ناوي 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 على الوصول إلى النقطة العاشرة. هو 7 الآن، يلعبها الآن للاعب عزيز في الوسط. تأتي مرة أخرى الجماهير الهلالية، عاد حضور وتأثير وتشجيع وكرة لصاحب الهدف.
فيه وكأنه يلعب ما شاء الله وكأنه متعادل أو خاسر رغبة في الهجوم. هذه الطريقة التي يجب أن يفكر فيها ملعب الآن. يلا يا نامي، نامي في كرة يلعبها الآن لولي، ولي عرضية تقدم يلعبها لتياغو، قدمك يسرى ممكن، الله يعود ولي، ولي بهدف ثاني، يا الله ثاني الهدف، ثاني الهدف، هدف من المحترف الذهبي، أفضل محترف بلا منازع، يعود يعود ويرفع يده اللي مصاب فيها. سلامتك سلامتك يا ذهبي، سلامتك يا ولي، وتوقيع ثاني. انتم اللي غلطتم وسجلتم، لو خليتوها 1-0 في الرياض والله كان لعب الهلال اهدى. انتم اللي خليتوها بهذه الطريقة، هدف تعادل، اثرتم زعيم، اثرتم فريق ب50 بطولة. هكذا هو الرد، هكذا هي الطريقة. لاعب لسه عائد، شوف شوف التكتكة، سويدية برازيلية هلالية اسيوية قاتمة بقوة، الروح الزرقاء في بطولة تعاندة في القرن. الله، شوف المشجعين، شوف المشجعين في المدينة العالمية في دبي يتابعون الفريق، الفريق بمحترفين عالميين، الفريق القوي، الفريق الأقوى في آسيا بست بطولات، في هدفين الآن ورغبة موجودة. حلو حلو، سيناريو سيناريو، وهالمرة الجولة الرابعة من يفتتح مباريات الفرق السعودية هو الهلال، افتتاح حلو. يا الله يا ولي، يا الله يا ولي، يتحرك الآن، يتقدم، روح كبيرة، يلعب عرضية للقناص، كنترول، يتقدم، يا يا الله، ايه متعة، ايه اهداف، ايه روح، كل شيء في الزعيم يقدم في هذا اللقاء. الله الله، نقول ممكن اكثر من 99% تركيز وروح موجودة. شوف الكرة، شوف التهيئة، وكأنهم يلعبون نهائي كأس العالم وليست مباراة في جولة رابعة في دوري أبطال آسيا. والله غلطانين، والله غلطانين في التعادل في الرياض. أثرتم من؟ أثرتم من؟ أثرتم، شوف الجماهير، شوف الحضور، شوف الرغبة، شوف الفريق الذي يتقدم بهدفين، بهدفين تقريبا بربع ساعة. ملعوبة ملعوبة، والله لا يوقف لا يوقف أكثر من ذلك. كل القدرات قدموها، يقدمها ولي، سلامتك يا ولي، وما شاء الله تبارك الله، روح عالية جدا، يلعب بروح، لا هم إصابة، لا هم لسه راجع، لا هم يقول أنا خايف على مسيرتي. يا ولد أهدي، أتابع يدي، مستقبلي، أحاول أني لا لا، لاعب لاعب يلعب يلعب، وما هم يد المصابة، يقدم ويسجل ويلعب ويصنع ويقدم أداء كبير. ويلهامسون روح كبيرة، وهنا تياغو، هنا تياغو، ما خسرته مع فلومينينزي ممكن أن تأتي به مع العميد. وأنت يا رادوي، ما لم تقدم مع بوخارست ستقدم مع جمهور. شوف الجماهير، شوف الجماهير تروح في كل مكان، تجي الجمهور يتابع صاحب الخمسين بطولة يلعبها لنواف، نواف موهبة 2010 لليونغ، هذا المكان اللي تحبه، مع بولتون، مع سلسلة أندية كثيرة يلعبها، أو توتنهام يلعبها. تياغو، الله 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 الله، لسه لسه، وش ناوي عليه يا زعيم؟ يلعب الكرة، تأتي لياسر، شفت بعد المراكز، شفت بعد المراكز، شطرنج هلالي، ولي رأس حربة على طول، ياسر في الجهة اليمنى، لا 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 لا، إلا ولي، سلامتك 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 سلامتك، إلا 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 هذا اللاعب، لا يجي شيء. شوف اللمسة، البرازيلي خلاص، مرة 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 ماخذ جوا، ماخذ جوا، شوف اللمسات، لا يكون لا يكون، شوف اللقطة، شوف اللقطة، لا 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 لا، لا إن شاء الله الأمور سليمة. لا هو 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 سقط سقوط عادي، سقط سقوط عادي، لكن لاعب لسه لسه راجع، ما شاء الله ما شاء الله، هدف ثاني وأداء كبير في الجهة اليمنى، من صنع الهدف هو تياغو نوفيز. يا الله، ما هذه الروح يا تياغو، ما هذه الروح. شوف الجميع في خدمة القناص، الجميع في خدمة ياسر، انت تدلل يا ياسر، وياسر ما يقصر. شوف اللمسات، هي لمسة يا بساطة، وادي تياغو يصنع هدفين، وشوف الذهب، شوف الذهب، شوف الشعر الذهبي،
يتحول إلى ذهبي مع البطولات الهلالية مع الأداء الكبير. يا الله على الرد، يا الله ارتاح يا إريك، والله ما راح يشوف. شوف الفرحة، شوف الرغبة، شوف المدرب الذي يريد إنجازا مع سلسلة إنجازات تتحدث عنه مع أندية دربها بمختلف الدوريات. مدرب قادم، مدرب كبير مع نادي كبير. لكن الأهلي ادعيع يلعب ولا ما يلعب؟ أبغى أشوف ادعيع. ادعيع موجود 20 دقيقة، ادعيع يبغون يشوفونه، يبغون، نبغى لقطة ادعيع ما جت. لكن الهلال عامل عمايل، عامل عمايل الكوري، يتقدم الآن، يتقدم في كرة في الجهة اليسرى، تحركات ممتازة ما شاء الله. استمتع وقول ما شاء الله، استمتع وقول ما شاء الله. نواف العابد خطف ارتباك، ارتباك عادي، كرة إلى خارج أرضية الملعب. الله الله، اتفرج 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 وقول ما شاء الله. بس شوف النادي الكبير بأداء كبير ورغبة. شوف الآن كوري ما هدوا، لا تهدون لا تهدون إلى أن تأتي النتائج، إلى أكثر إلى أكثر ما يمكن أن تصل عليه. حسن خيرات يلعب كرة، ضغط من أحمد خليل. يا الله على الوضعية، على الروع، ماذا تفعل يا تياغو؟ كرة تذهب الآن إلى ويلهامسون، في كرة في الجهة اليسرى، سالم خميس، تعبتوهم من البداية، شوية شوية عليهم. خطأ الآن يأتي، يقول هو سقط، هو سقط، هو لازم يسقط. هي موضوع كرة القدم فيه إصابات، يجب أن يحافظ على نفسه. صاحب الشعر الذهبي والحذاء الأبيض الذهبي والأداء الذهبي، المحترف الذهبي ويلهامسون. وخطأ الآن موجود، خطأ موجود، والله والله أعيدها أعيدها، والله لو ممكن خليتوها 1-0 في الرياض، والله ممكن الزعيم لن ينقذ، لن يتقدم كما يفعل الآن. ممكن راح يلعب بتكتيك بتوازن، لكن شوف الهجوم الكبير، وكان يلعب ليس حتى في الاستاد بل داخل نادي الهلال، يلعب كرة وإلى ضربة زاوية، إلى ضربة زاوية. ماذا تقابل يا حسني؟ ماذا تقابل يا حسني؟ نادي من أوروبا بهذا المدرب الكبير. والله المخرج تعب، يبغى يجيب لقطة على المدرب، توه يتفرغ، جايبها بضربة زاوية. الهلال ما عطى فرصة لا معلق لا مخرج، يعيد اللعب في الأمام ملعوبة، والزعابي يبعدها إلى رمي التماس، إلى رمي التماس. هنا اللاعب الشاب صاحب 23 سنة يوسف الزعابي. موضوع الحراسة في نادي أهلي دبي طبعا متغير، هذا الحارس يفرض نفسه الشاب، وحارس به يعني بنية جسمانية جيدة، لكن الهلال بهذه الروح، والله والله ما بيبالغ، لكن نقول لو نجيب أعلى المستويات من الحراس لن يقفوا أمام هذا الفريق، أمام هذا الروح، أمام هذه الروح، أمام هذه القدرة. شوف البرازيلي مخمخ، لكن كرة الآن تفتك، يحاولون التنفس الفريق الأهلاوي. أحمد خليل عليه ثلاثة، مثلث برمودا وسط قاتل، كرة موجودة، يحاولون عمل ملعوبة ملعوبة. الله ينامي الله ينامي بأداء مباراة إيران في تصفيات كأس العالم. ملعوب العزيز لا يوقف يا زعيم، لمسة الأولي، شوية 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 شوية، هدي 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 يعني، حاول، لكن نبغى يعني خايفين على سلامتك يا ولي، يا ذهبي يا ولي. الكرة تذهب الآن سريعة سريعة، الفريق الذي يريد أن تكون الكرة في الملعب لا تتوقف، يسعى لهدف ثالث، يسعى لهدف ثالث الكرة. والله بهذا الأداء مفروض النتيجة أكثر أكثر، بهذه الروح بهذه الطريقة. أحمد خليل هذا لاعب مستقبله كبير جدا، 17 سنة لاعب أحمد خليل 18 سنة، بهذه الأرقام وبهذه الإحصائيات لا يأخذ كرة، يحاول سيزر، الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. والله يا سيزر أبغى أتكلم عنك، لكن فريقنا الهلالي مو معطيني فرصة. يلعب كرة قدم سيزار، لاعب الهيرتا برلين العائد إلى أهلي، وقبلها كان في زيورخ وعاد ذهب إلى الأهلي، يحب النادي الأهلي، يحب دبي. لكن الهلال بأجواء دبي رائع، بأجواء دبي العالمية، فريق يقدم أداء عالمي أوروبي. وخطأ الآن تأتي في الجهة اليمنى، لن يكتفي الزعيم إلا بنتيجة كبيرة. أقولها، حتى وإن قدم الأهلي الإماراتي مستوى رائع، الفريق الهلالي لن يكتفي إلا بنتيجة كبيرة. اللاعبين لن يتوقفوا عن الهجوم، عن التحرك، عن الضغط، عن الرغبة،
إلى أن يجدوا ساعة الملعب تقدم نتيجة كبيرة. تياغو يصنع ثالث، لكن كرة محمد قاسم يفتكها نواف، لكن ما عليه، تأتي لمحاولة تنفس للإيراني معدنشي، يحاول يلعبها وليونج من يجيد المركزين الأيمن والأيسر، يلعبها لرادوي عزيز، تكتك تمريرات ثقة، فريق يلعب جولة رابعة أقول في يوم الجولة لدوري أبطال أوروبا. ملعب الولي استمتع مع الهلال، وبعد ذلك عاد تابع الاتي وتابع مباريات دوري أبطال أوروبا، تاخذ لك تسخينة، تاخذ لك أجواء أوروبية مع الفريق الهلالي في يوم دوري أبطال أوروبا في الجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا. ليونغ الكوري الجنوبي يحاول. الدقيقة يعني الآن تقريبا نقترب من نصف ساعة، والدقيقة كم؟ الأداء سريع، الأمور تمر سريعة بمتعة، الأوقات الجميلة تمر سريعا يا زعيم. كرة الآن والصرخة من هذا اللاعب الخبير محمد قاسم، بهذه الطريقة أكثر لاعبين الخبراء طبعا يعني يحاورون لاعبين الشبان والفريق الأهلاوي الذي أكثر من لاعب شاب يحاولون التشجيع، لكن يواجهون من الأداء ما هو؟ أوكي زعيم طبعا أكيد، لكن موضوع الأداء تكلم في هذه المباراة في الدقائق الأولى ملعوبة، لكن كرة الآن تفتك، تأتي للتنفس الأول، محاولة هل تأتي اللقطة لأول مرة على الدعيع؟ لا ملعوبة، أحلى لقطة يا اخطبوط، أحلى لقطة يا حارس القرن الآسيوي، يظهر ظهور أول بعد مرور ماذا؟ بعد مرور تقريبا 27 دقيقة، العميد الكبير أبو عبد العزيز يظهر كرة ملعوبة. الله ياسر تذكرني في دوري أبطال آسيا، تذكرني بفريق الأحلام هناك في أندونيسيا، وخطأ والله تعبان، أكيد تعبوك يا ولي، خطير يا ولي، يحاولون بالطرق المشروعة وغير المشروعة أمام لاعب بأداء ذهبي بشعره، صار ذهبي شعره، جانا أصفر وصار ذهبي مع البطولات مع الألقاب مع الأداء الكبير، يقدم مستوى كبير، وأتكلم راح يكون بنفس السيناريو إذا ما احتفظ الهلال بتياغو نيفز، الأداء الذي يقدم تياغو نيفز راح يكون بنفس طريقة ويلي، إذا ما استمر موسم آخر راح يقدم أداء من عالم آخر، إذا ما استمر طبعا الاعتماد أو تعود على الأجواء في المنطقة الخليجية، وهو الآن على الطاري تصنع ثالث حلوة من جديد. 2010 انتجات، 2010 انتجات الشبان الهلاليين، نواف التمياط بنفس الاسم بالقدم اليسرى يلعب كرة. الله على تياغو، ماذا يفعل تياغو؟ وهذا ماذا تفعل يا ولي؟ روحها زرقاء، وتحدث بأن دمي أزرق، خلاص عشق الروح الهلالية داخل البيت الهلالي، ما يفعل الفريق الهلالي مع كل محترف يأتي إلى الهلال يلعب وكأنه من أبناء النادي، ولي بهذه الروح يلعب اللبسة، الله يلعب كرة ليونج يا الله، يا نواف السعودي يلعب كرة مميزة، والأجنبي يلعب في كرة إلى خارج أرضية الملعب، نواف العابد بأداء لا تجد فرق بين السعودي والأجنبي، فريق متكامل، ماذا أقول؟ هل أبالغ؟ لا والله لا أبالغ، مباراة كبيرة جدا، وش سويت يا أهلي؟ وش سويت يا حسني؟ ليش سجلت التعادل في الرياض؟ خذ النتائج، خذ الكرة، ولي يتقدم وراوغ يلعب كرة، لكن كرة يا الله، ماذا تواجه يا محمد قاسم؟ الكرة إلى خارج أرضية الملعب، شوف الكرة، شوف ولي، وشوف الدخول من أكثر اللاعبين خبرة، الكرة لضربة زاوية، لن يكتفي لاعبي الهلال، الساعة شايفين على اليمين،
لين يكتفي إلين ما يرفع رأس اللاعب الهلالي ويشوف النتيجة كبيرة بعد ذلك يكتفي، وربما بعضهم لن يكتفي إلى أن يخرج إيريك جيرتس. ملعوبة تياغو، لمسة مراوغة، الله يحاول لكن حسني شوف 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 الحالة، شوف لا يلام الأهلي الإماراتي ماذا يواجه، الله ليوم شوف الروح شوف الروح يلعب الآن رادوي ياسر، يا الله يا الله يا ياسر يا الله يا ياسر، حب يمتعنا حب يعملنا شو، لكن اعمل ما بدالك يا بطل اعمل ما بدالك يا قناص، 4 أهداف في دوري أبطال آسيا، ما عليه ما عليه ما عليه، روح كبيرة تركيز تركيز واستمتع وقول ما شاء الله، استمتع وقول ما شاء الله، وراح تجيب جول يا ياسر خذها مني، راح تجيب جول ثاني وهدف من 3 أهداف أخرى، 2 في الدوحة وهدف في الرياض، نص ساعة مرت وكأنها 3 دقائق كأنها 3 دقائق، رمية التماس نور الدين العبيدي محتار محتار يعني تحدث قبل اللقاء انفعل طبعا إيريك جيرتس انفعل، لماذا؟ لأنه يعلم من هو الفريق الذي يدربه، من هم اللاعبين الذين لديه، ما القدرات، ماذا بنى، ماذا عمل في هذا الموسم، لذلك يعني بالعامية انقهر وصرح التصريح اللي صرحه واعتذر، لكن الآن محاولات للتنفس للأهلي الإماراتي، يلعب كرة الآن محمد فوزي أحد أفضل اللاعبين في الجيل اليمنى، عزيز عزيز يا الله يا الله، هذا مكاليلي أيام ريال مدريد، أيام ما مكاليلي قال لي إدارة ريال مدريد ارفعوا راتبي في زيزو في فيجو في رونالدو، أنا لاعب وسط مهم وما رفع راتبه واتجه لتشيلسي، وبعد ذلك ندم الريال ندم كبير بهذه الطريقة، الآن عزيز يلعب كرة سالم خميس، يا الله يا حسن يا خيرات المرشدي وكأنه موجود، كرة تذهب ليونغ الزوري وكأنه موجود، كرة ملعوبة تمريرة، الله ما شاء والله والله يعيدها، استمتع وقول ما شاء الله ما شاء الله على التركيز على دقة التمرير، ما شاء الله 1000 مرة، ملعوبة ملعوبة الآن للأهلي الإماراتي، 8 علي عباس يلعب كرة، المحاولة التنفس الثالثة للأهلي الإماراتي مع دنجي، يلعبها في اليسار يوسف جابر، ملعوبة والكرة تأتي سالم خميس يحاول يظهر الدعيع للمرة الثانية، الكرة تأتي ليونغ، لا يوجد خطأ، ارجع للهجوم ارجع للإمتاع ارجع للروح ارجع لهدف ثالث، يأتي الذهبي ذهب الهلال، تأتي إلى تياغو، عمل مكينة وسط، يتقدم يلعب كرة ياسر لمسة ولي، لكن ما عليه ما عليه، لا تضغط على نفسك أنت الآن، روحك زرقاء خالصة يا سويدي يا كريستيانو والهامسون، بروح هلالية خالصة، لا يوجد محترف محترف يعلم بأن كرة القدم هي مصدر رزقه وخادم من إصابة يلعب بهذه الطريقة، يلعب بهذه الروح بالاندفاع، أبدا هذه أمور تجدها مع ويلي وأمثاله، سالم خميس والكوري يعمل كرة أخرى، يا الله لم أتوقع أن أشاهد، توقعت أن الهلال يفوز، توقعت أن الهلال يبدع، لم أتوقع هذا الإبداع بهذه الكمية الكبيرة من التركيز العالي، كرة عالية يتابعها الخبير بلمسة والكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، لا تلام يا أحمد خليل لا تلام يا حسني، ما أشاهده حتى وأنا متابع للدوري السعودي لمباريات الدوري السعودي في القناة السعودية الرياضية، ما نتابع الآن ربما أفضل الدقائق فعلا، النقاط تحدثوا، هناك من لام هناك من تحدث وهناك القليل من قال أنها راح تكون اندفاع ورغبة هلالية، هم فعلا صدقوا الآن، شوف الرغبة يعني مستوى عالي مستوى عالي، ولي 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 لا تضغط على نفسك اعمل اللي تقدر عليه، ملعوبة يحاول سعد سرور يفقد توازنه للفريق اللي بكامل توازنه، الفريق اللي استمتاع جالسين يستمتعون في هذا اللقاء، في لقاء يعني مهم ويعني مباراة ممكن أن يصل فيها الفريق الهلالي إلى النقطة 10،
وبعد ذلك يحسم في استاد الملك فهد الدولي في الرياض في الجولة الخامسة أمر تأهله ربما إلى الأول. ملعوب الكرة حسني عبد ربه يأتي تشتيت تأتي لصانع الهدفين تياغو نيفيز والكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. هذه معلومات نجيب المعلومات الفرق السعودية والإماراتية. شوف ترى مبسوط داخليا إريك جينيتس مبسوط داخليا داخليا لكن يقرأ 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 وسعيد وآمال وخيالات ورغبة وتياغو ولمسة يعيدها يخليني أقول 32 مواجهة مرشحة لأن تكون 36 مواجهة سعودية إماراتية. أكثر الفرق لعبة مع الفرق الإماراتية هو الهلال لأن لعب كثيرا مع الفرق الإماراتية. 12 مواجهة لعبها الفريق الهلالي 12 مواجهة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر في 3 أو في 4. كرة موجودة الآن في الجهة اليسرى يوسف جابر أو 3 مباريات خسرها الفريق الهلالي 2 من العين واحدة من الوصل. الوصل كانت عام 1989. كرة ملعوبة مبعدة تأتي لرادوي. أول فرق السعودية لعبة مع الفرق الإماراتية هو الهلال عام يعني 1987 88 حينما لعب مع النصر الإماراتي في الكويت ومباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي. هو أول الفرق وهو الآن آخر الفرق لأن آخر مباراة طبعا لعبها مع الأهلي الإماراتي انتهت 1-1 والآن الرد الكبير الكبير بمستوى ونتيجة. الكرة تذهب لسالم خميس محاولات في استلام الكرة لن أقول التنفس بدأ الآن يمسكون الكرة في الوسط لكن محرمة 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 في هذه المنطقة لكن يتقدمون العائد نواف العابد 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 19 سنة يتلقى الضغط الآن يكسب يكسب رمية تماس بذكاء اللاعب محمد فوزي للفريق الأهلاوي. طبعا تكتيك تكتيك الفريق الهلالي طبعا واجه كما ربما ما يحصل الآن يعني أو بعضا منه لن أقول كما يحصل لأن ما يحصل الآن يعني شيء 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 يعني غير طبيعي من الفريق الهلالي لكن يعني تلقى ضغط في الرياض لكن بالنهاية ماذا فعل على قولة جريتس من كورتين جابوا جول من كورتين جابوا جول وبالتالي ذكر نور العبيدي بأنه سيتبع نفس الأسلوب في أرضه. اللقطة الآن تأتي على دعية تأتي لي هنا صاحب الهدف الأفضل في 2008 بغانا يلعب الكرة الثابتة حسني عبد ربه اللاعب اللي يلعب كرة الآن عرضية ولكن حسن خيرات يظهر خليل وهيبة خيرات الآن في الجهة اليمنى يلعب كرة عالية أمامية بحثا عن اللاعب الذهبي المحترف الذهبي. مرة أخرى رادوي قتال الروماني يلعبها في الجهة اليسرى ليوسف جابر وتتحرك الجماهير الزرقاء. الكرة تأتي أحمد خليل عمل محاولات ملعوبة وأسامة لعبة سيزار يا الله يا الله وجد في رادوي يكمل لأن الروح عالية لأن الروح عالية لأن إريك جريتس يبدو أنا لعب لعبة الفنية والنفسية والثالث يا الله يا الله من هذا الموهبة يضحك يضحك اضحك اضحك انت تلعب مع الزعيم مع الزعيم ويسقط بمراوغة كبيرة من اللاعب القادم معوض نواف وكرة ثابتة. نيشيمورا حكم هذا اللقاء صاحب 38 سنة الدولية 2004 من افضل من صفوة الحكام الاسيويين عند لغة طبعا اليابانية والانجليزية. بوقف هنا في معلومات كثير لكن رادوي لعب كرات ثابتة كثير هذا الموسم ما سجل لعب كرات رائعة لكن ما سجل. تسويها يا روماني ولا تلعبها عرضية تسويها يا روماني ولا تلعبها عرضية لعبها عالية تذهب إلى خارج أرضية الملعب لكن راح يجي يوم راح يجي يوم وتسجل كرة بهذه الطريقة يا رادوي. أفضل كراتك ممكن كانت مع الوحدة في دوري زين السعودي إريك جينيتس كل هذا وتهز راسك مو عاجبك أجل لما يعجبك اللعب وش راح تقدم وش راح يظهر للزعيم. رادوي دائما هو المسيطر على الصراعات البدنية. تأتي الكرة أسامة عائد لاعب صاحب الروح الزرقاء الآن التمريرات والآن النتيجة الآن 40 دقيقة يا هي 40 دقيقة مرت بلمح البصر
ويأتي الذهبي، هي ثالث، راح يصنع ثالث لكنه يسدد. يا الله يا الله، أجواء فلومينينزي، روح فلومينينزي، تياغو نيفز، كرة ولا أروع ولا أروع، يلعبها، صنع هدفين ويبغى يوقع الثالث، وقادم قادم بكامل أسلحة الزعيم. شوف شوف التناغم، شوف التفاهم، شوف الكرات، شوف اللعبة، وياسر القناص، لكن الكرة تذهب بمحاولة تياغو نيفيز. هي 2-0، لكن مع ذلك أنا شخصيا يعني رأي شخصي متواضع، قد يقبل البعض أو لا، أنا صراحة ماني مريح إلا لما أشوف 4-0، يعني أشاهد الأربعة، وأربعة يعني ما فيها تقليل الفريق الهلاوي، لكن والله بهذه الإمكانات الفريق الهلالي والله يستحق أن يصل إلى رقم كبير. 40 دقيقة والكنترول صعب. أوه ماذا أرى، ماذا أرى، ياسر البرازيلي للسويدي لنواف، والكرة تمر، والكرة تمر، ياسر يلعب كرة من عالم آخر، من عالم آخر، الكرة تأتي في حالة عدم توازن الهلالية الآن. ركزوا، الخطأ يأتي في وقت ممتاز، والحكم المميز اللي لا يمكن أن يقول عنه أي شيء، أتحدث عن حكام آخرين، لكن هذا الحكم يعني تعطيه التحية، تعطيه التحية، والحكم طبعا معرض للخطأ، لكن يعني لما تتكلم عن هذا الحكم، حكم في كأس العالم 2010 من الصفوة، أفريقيا يجيبونه في بطولاتهم، شارك في كأس العالم 2007، وأسامة أول خطأ في اللقاء من لاعبي الهلال، من لاعب كبير، لكن ما عليه ثقة من لاعب اللي هو الثقة، اللاعب أسامة هوساوي. أسامة هوساوي صاحب 25 سنة، اللاعب القادم طبعا من الوحدة، وكرم العبلة الرأسية أحمد خليل، الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. هنا أحمد خليل لاعب الشاب الأفضل في كأس آسيا للشباب في الدمام، التي خسرنا التأهل طبعا لصالح الإماراتيين، واللي ما قصروا بعد ذلك، وصلوا إلى مراحل ممتازة، إلى دور الثمانية في كأس العالم، وانتجات أسماء كبيرة، لكن والله حنا عندنا عمل كبير، ناوين على عمل كبير، سواء بالمنتخبات السنية أو المنتخب الأول والأندية، عندنا رغبة للأربع سنوات القادمة نقدم كرة سعودية على كافة الأصعدة، عمل من كافة الجبهات، لكن الجبهة اليسرى، أحمد خليل يأتي بالهدف الأول لمحاولات التنفس، تأتي بهدف للأهلي، لكن في اللقاء بقية للاعب المميز أحمد خليل، اللي أخوه الكبير ينتظر المشاركة في هذا اللقاء، لكن للقاء بقية يا خليل، للقاء بقية يا خليل، ولزعيمي رأي آخر بما تبقى في اللقاء، لمسة صعبة، كرة مميزة، يأتي بالأهلي الإماراتي بهدف، يعني ما نقدر نقول عنه إلا أنه هدف، يعني لمسات تكتيكية رائعة، ونور الدين عبيد سعيد يجد يعني ويرغب، وهدف تكتيكيا يعول عليه كثيرا، لكن والله عندي ثقة بهذا الروح، لكن عاد اللاعبين بعد كل ما قدموا، بعد ما شاهدوا، يعني أتمنى وأتوقع ويعني وغريبة يتأثرون بهذا الهدف، لديهم أكثر. يا ولي يا الله، لاعب بهذه القيمة يجب أن يتم حماية لاعبين بهذه القيمة، يعني كريستيانو لما يسقط على الأرض المدريديين في البرنابيو كل واحد حط إيده على رأسه، إلا هذا 94 مليون يورو، هذا عنده قيمة كبيرة صنعتها الإدارة الهلالية بروحها الكبيرة. شوف هذا لاعب، شفنا الإصابة اللي كانت في جدة، وشوف كيف يغامر باندفاعه، وهنا يتلقى الضرب، يتلقى الخطأ، وتياغو العب لعبتك عاد، صنعت هدفين، اصنع ثالث او سجل ثالث، تياغو يعني تركيزه ولمحته لمحة لاعب مركز، بل هي منتشرة في ال11 لاعب الهلالي،
والهلال لديه بقية، لديه رغبة رأسية. حسني حسني يملك محترف بإمكانات كبيرة. الأهلي الإماراتي اسمه حسني عبد ربه، حسني عبد ربه لاعب اللي لعب في ستراسبورغ الفرنسي، قضية طبعا اللي تحدث عنها كثيرا توقيع مع الأهلي، لكن لعب مع الإسماعيلي، ابن الإسماعيلية طبعا، وإسماعيلية ما احتاج نتكلم عن انتاجاتها واسمها. لعب مع الإسماعيلي ستراسبورغ ومن ثم الإسماعيلي ومن ثم مع الأهلي. الإماراتي تأتي لصاحب الهدف اللي عمره 18 فقط، ولكن خطأ تكتيكي من حسن خيرات، ويأتي ببطاقة صفراء الأولى، بطاقة صفراء، وإن كان توقيتها غير جيد، لكن إن شاء الله يكون في تعامل في أفضل في الدقائق القادمة من حسن خيرات اللي عمل خطأ تكتيكي لأحمد أهلي. أحمد خليل لا تخليه يتنفس، يجب أن يواصل الهلاليون حالة منع التنفس، قطع الهواء والماء عن الأهلي الإماراتي، لازم يعيدون إلى هذه الطريقة. يأتي البطاقة الصفراء، محاولة قطع الهواء والماء، هذا التعبير طبعا اللي دائما ما يتم وصفه دائما في الكرة التونسية التي دائما ما تستخدم هذا الأسلوب. وإن كان يدرب الأهلي الإماراتي مدرب تونسي قادم، بعد مدرب عالمي. أوه ما نبغى هذه الأمور. وعلى فكرة طبعا العلاقات جيدة طبعا دائما بين الأخوة، لكن في كرة القدم يكون في حركات في اللقاء طبعا، وتشوفوا من نهاية اللقاء يعني عادي، لكن في أمور طبعا يحاول إرباك الدفاعات، يعني يشتت تركيزهم. شوف يعني شايف المنظر، يعني يوسف جابر أبدا يعني يحاول فقط يهز اللاعب، يعني ما يحتاج، يعني التقدير موجود وكل شيء، لكن يعني شوف في محاولات هنا يعني يحاولون يعني، لكن عموما نتمنى أن لا يأتي هدف ثاني. كرة ملعوبة الآن عالية تأتي من أسامة، تسديدة، دقيقتين مضافة، شوط مباراة أول يروح بلمح البصر، يعني شكلي بنهي المباراة كأنه يعلق على مرة واحدة، لكن خطأ في مكان قريب. شوف كرة القدم، لكني معنى ذلك أني لا أستغني عن كلامي بثقتي بالهلال، لكن خطأ الآن موجود، وتكتيك العبادي، التكتيك والأداء التونسي في هذه الكرة، وليلعب على أرضه ويلعب بأسلوب الرياض، يلعب بمن يلعب خارج أرضه. الآن رويدا يقترب ربما من كرة، ولكن عاد كرتين في مرمى دعيع من كرة ثابتة. لا، حسني والكرة الثابتة في كرة ربما تكون المشهد الأخير في شوط المباراة الأول. أبو دعيع الكرة الثابتة، راح أقول أبو دعيع، ما راح أقول حسني، لا تخليني أقول حسني، راح أقول أبو دعيع. الحراس، روح شوف مباريات في الحواري، الحارس إذا صد كرة يقول أحلى يا دعيع، الآن نقول أحلى يا دعيع، وكملها يا دعيع، ملعوبة، أحلى يا هلال، 2-1، وللهلالي كلام آخر في شوط المباراة الثاني. محدثكم أحمد النفيسة يدعوكم لمتعة بعد ربع ساعة في دوري أبطال آسيا، إلى اللقاء.